فتحت باب الدولاب ومددت يدي إلى الرف العلوي. كان مظلما، لذلك ظللت أدير يدي باحثا حتى وقعت أصابعي على الشيء الذي أبحث عنه. قلت وأنا أضع الصندوق على المنضدة: آه، ها هو، هيا نلعب لعبة بيت الأشباح. تآوت نادين وقالت: جوناثان، ليست هذه اللعبة مرة أخرى، إنها مخيفة. قلت وأنا أفتح الصندوق: هيا تعالوا، إنها مسلية ومخيفة أيضا. ردد نوى: نعم، إنها سخيفة. واعترضت آن: لماذا لا نلعب لعبة السلم والثعبان؟ قلت: لا، هذه أفضل، لا توجد أشباح في لعبة السلم والثعبان. تذمرت نادين: لعبنا هذه اللعبة مئات المرات. قلت بإصرار: ولكنها دائما مختلفة، هيا تعالوا نلعب لعبة بيت الأشباح. وفتحت لوح اللعبة ووضعت الكروت في صف منظم، بوم، وانفجر صوت الرعد واهتز البيت. تحولنا جميعا نحدق من النافذة الكبيرة بالغرفة. كان المطر يقرع الزجاج بقوة، واندفع ضوء البرق يخترق السماء، ثم بوم، الرعد مرة أخرى. هناك ثلاثة أشياء أكرهها: أولها هو الرعد، وثانيها البرق، وثالثها أن أعمل جليس أطفال لأخي وأختي وهما في السابعة من العمر، نوى وآن. وفي هذه الليلة اجتمعت الأشياء الثلاثة، وفكرت: من حسن الحظ أن نادين هنا اليوم. نظرت إليها عبر المائدة الخشبية الطويلة في حجرة الطعام، إنها أفضل صديقة، ونحن في السنة السادسة بالمدرسة، وكلما خرج أبواي مع والديها كانت تأتي لتبيت عندنا. وضعت الزهر في الكوب الخاص باللعبة وبدأت أهزه، وانطلق صوت الرعد ثانية، وتمايل المنزل واهتزت كل النوافذ. لدينا عدد كبير من النوافذ، 39 نافذة على وجه التحديد، أنا متأكد، فقد قمت بعمل إحصاء لهم في آخر مرة كنت فيها جليس أطفال لشقيقي، ولعبنا معا لعبة كم عدد النوافذ. قلت وأنا أعيد هز الزهر: أتمنى لو أن أمي وأبي يعودان الآن. ضحكت آن وقالت: جوناثان خائف من الرعد. أضاف نوى مبتسما: ومن البرق. شعرت بالدماء تتصاعد إلى وجهي. قلت معترضا: لا، لست خائفا، هيا بنا نبدأ. قال نوى: قل لنا مرة أخرى، ما هي قواعد اللعبة؟ قلت: المطلوب هو أن تدور حول اللعبة المرسومة على اللوح عبر منزل الأشباح، وتحاول العثور على الشبح المختبئ. قال نوى: آه، تذكرت الآن. قلت أنا أحاول بكل جهدي أن يبدو صوتي مخيفا ومرعبا: لا تنسى، يجب أن تحترس، لا تهبط على المربع المكتوب عليه خوف حتى الموت. هززت الزهر في الكوب إلى فوق وتحت، ثم من جانب إلى آخر، وعدت إلى فوق وتحت حتى صاحت نادين: جوناثان، هيا ألقي الزهر. قلبت الكأس وخرج منها الزهر. قلت ضاحكا: سبعة، السبعة المحظوظة، 1 2 3 4 5 6 7. وحركت علاماتي الخضراء إلى المربع رقم 7، والمكتوب عليه: تسمع صرير أقدام فوق السلم. ووضعت علامتي في المربع. همست، سمعتم هذا؟ هز الثلاثة رؤوسهم: أي نعم، صرير أقدام فوق السلم المؤدي إلى حجرات النوم. همست آن: ربما كانت القطة. ردد نوى: نعم، ربما كانت أقدام القطة. أجبت عليهما: ولكن ليس لدينا قطة. جلسنا منكمشين حول المائدة نستمع. ظل كل شيء هادئا، كل شيء ما عدا قلبي الذي يدق بعنف في صدري. صاحت نادين وهي تعتدل جالسة في مقعدها: هيه، إنني أعرف حقيقة هذا الصوت، أراهن أن نافذة الصالة في الدور العلوي مفتوحة، وهذا هو الهواء الذي يدخل منها. قلت دون أن أقتنع، فقد كان الصوت صريرا واضحا: نعم، إنه كذلك. فحصت وجوه الجميع حول المائدة،
لا يبدو على وجوههم أي قلق. قلت: حسنا آن، هيا إنه دورك. قالت آن: نعم دوري. وخرج زهر من الكوب. 3، 1، 2، 3، ووضعت علامتها الحمراء على المربع رقم 3. الريح تهز النوافذ، وبدأت الرياح في الخارج تهب بقوة، حقيقة بقوة، وبدأت النوافذ تهتز في كل البيت. 39 نافذة بصوت منخفض في البداية، ثم بقوة أكثر حتى كادت تسقط من إطاراتها، واشتد هبوب الهواء العاصف في الخارج حتى تصورت أن زجاج النوافذ سوف يتناثر بين لحظة وأخرى. بدأت يداي ترتعشان، أخفيتهما تحت المائدة. نظرت إلى نادين، كانت تحملق إلى ما وراء النافذة الكبيرة. انتقلت بعيناي إلى التوأمان. التوأمان؟ لقد ذهب. وصرخت: نوها، آن، نحن هنا. خرج صوتهما خافتا من تحت المائدة. قلت مشجعا: خروجا هنا، إن كل شيء على ما يرام. ولكني لم أكن متأكدا حقيقة مما أقول. ردت آن: سوف أبقى هنا، هذه اللعبة مرعبة، في كل مرة نصل إلى مربع يتحقق المكتوب فيه. قلت: إنها ليست اللعبة، إنها الرياح، ولن تهب ثانية. وكان هذا صحيحا، فقد هدأت الرياح وتحول عويلها العاصف إلى صفير ناعم، وتوقف صوت اهتزاز النوافذ. وضربتني نادين على ظهري وانحنت تنظر تحت المائدة وقالت: إن جوناثان يقول الحقيقة، إنه دورك يا نوا، ألا تريد اللعب في دورك؟ أجاب: طبعا أريد دوري. وقفز خارجا واستقر فوق مقعده ووضع الزهر في الكوب. وفي هدوء خرجت آن بدورها وجلست على مقعدها وقالت متوسلة: هيا نلعب بسرعة. وهز نوا الزهر ثم ألقاه. 2، وبدأ يتحرك على اللوحة ومعه علامته الزرقاء. تركزت عيناي بشدة على اللوح لأرى المربع الذي سيصل إليه، ووجدت المربع، ووضع نوا علامته فوقه. كان المكتوب عليها: تسمع أنينا مرعبا. واخترق السماء برق سريع، ثم سمعناه، الأنين خافض وحزين ومخيف يأتي من مكان ما داخل المنزل. صرخت آن: يوجد شبح هنا، اختفوا. وصرخت قائلا: أين؟ قالت آن وهي تقفز من مقعدها: في الدولاب. صحت فيها: وكيف تعرفين أنه في الدولاب؟ قالت نادين: إنها تقصد أن تختبئ في الدولاب، والآن هل يمكن أن تتوقفوا جميعا عن الصراخ؟ وتوقفنا، وخيم الصمت على الحجرة، لا صرير ولا عويل ولا أنين. ووصلت نادين: لا يوجد أحد في البيت غيرنا، هذا المنزل يصدر دائما أصواتا عندما تهبط الأمطار. أعتقد أن نادين على الحق، فهي تبدو واثقة تماما من نفسها، لكني أظن أن المشكلة ليست في أصوات المنزل. قالت نادين وهي تهز الزهر: الآن إنه دوري. وألقت الزهر، إنه رقم 4. راقبتها بقلق، كنت خائفا، خائفا من أن أعرف أين المربع الذي هبطت به. وحركت نادين علامتها 4 مربعات، ثم هبطت على تنطفئ الأنوار. وصرخنا جميعا عندما انطفأت الأنوار. صرخت: اجلسوا جميعا في أماكنكم، سوف أجد بعض الشموع. تحسست طريقي إلى المطبخ، أعرف أن أمي تحتفظ بشموع في مكان ما، ولكن أين؟ لم أكن قادرا على أن أرى يداي أمام وجهي، كيف إذن أعثر على هذه الشموع؟ فتحت كل أدراج المطبخ بحثا عنها. وصاحت نادين من حجر الطعام: هل يمكن أن تسرع؟ تمتمت: طبعا لا مشكلة. وجدتها فوق الرف تماما في قواعدها، شموع في الشمعدان حيث توجد دائما. أشعلت الشموع وعدت إلى الحجرة الأخرى. تجمعنا كلنا عند طرف المنضدة حول الشموع، وكانت عيون آن ونوا تبرقان من الخوف. أنا أيضا كنت خائفا. وهمست آن: لا أريد أن ألعب هذه اللعبة مرة أخرى، إنها مخيفة جدا. ارتعش صوت نوا وهو يقول:
إن منزلنا مسكون بالأشباح. فردت آن: لا، إنه ليس المنزل، اللعبة هي المسكونة بالأشباح. أمسكت بالظهر، حركته في الكوب، وألقيت نظرة حول المائدة. كانت عيونهم مفتوحة على اتساعها، وقد التصقت بلوحة اللعبة، ولمع البرق خارج النافذة، ولمعت الشموع في الظلام. تساءلت: هل ألقي بالظهر؟ ونظرت إلى ظلالنا وهي تتراقص على الحائط. هل نتوقف عن اللعب؟ قلت لنفسي: جوناثان، كن عاقلا، إنها مجرد لعبة. وألقيت بالظهر، وظهر الرقم 5، وحركت علامتي ببطء، وأمسكت أنفاسي. كان بالمربع كلمات: تسمع صرخة في غرفة الخزين العلوية. جلست ساكنا أستمع، ثم سمعنا من فوقنا صرخة رعب هائلة وتمتم. ما هذا؟ أجابت نادين: إنها العاصفة. نعم العاصفة، آن إنه دورك. أعرف أن آن لا تريد مواصلة اللعب، ولكنها ألقت بالظهر وتحركت 6 مربعات وقرأت المكتوب: تسمعين طرقات يد هيكل عظمي على النافذة. لم ينطق أحد، وظلت الحجرة صامتة، لم نسمع طرقا. قلت وأنا أسير إلى النافذة: أرأيتم؟ كل شيء. يد عظمية باهتة قفزت من مكان ما وطرقت النافذة بعنف وصرخت توأمان، وتراجعت إلى الخلف، وهبت الرياح وانتشر تيار ثلجي في الحجرة وتأرجحت أضواء الشموع. عقدت نادين يديها حول صدرها وانكمشت آن في مقعدها. فحصت اللعبة، ثم خبأت يداي في جيوبي عندما رأيت نوا يلتقط الزهر. ابتهلت في نفسي: إلا رقم 3، إلا 3. واستعد نوا ليلقيه، وظهر الزهر من الكوب، ثم تدحرج وتدحرج وتوقف عند 3. خوف حتى الموت. وهب ضوء الشمعة واشتعل نور أبيض ساطع عبر الحجرة، وصرخنا وصرخنا وظللنا نصرخ ربما ساعات، واهتزت النوافذ وارتجت، وصدر صرير وقع خطوات على السلم، وانطلق أنين مخيف من البدروم وملأ الغرفة، ثم سمعنا طرقات مرعبة على النافذة. لم نستطع أن نرى شيئا في الظلام، لكننا نعرف ما يحدث، إنها طرقات هيكل اليد العظمية على النافذة. عندئذ عدنا نصرخ مرة أخرى، نصرخ بصوت يعلو على أي صوت في الخارج، نصرخ حتى اهتز البيت كله من عنف صرخاتنا. صرخت حتى أنني لم أعد أسمع نفسي، صرخت حتى عجزت عن التنفس، ثم توقفت وساد صمت جميل، وجريت إلى الباب الخارجي. يجب أن أخرج من هذا المنزل، يجب، لكنني توقفت لألتقط الجريدة اليومية من فوق المائدة، جريدة صفراء وسطع نور الشمع على العنوان الرئيسي: 4 أطفال يموتون ميتة غامضة. وقعت عيناي على مقدمة التحقيق الصحفي. وقعت الشرطة في حيرة بالغة عندما عثروا على 4 أطفال موتى في منزل قديم الليلة الماضية، وقد صرح أحد الضباط أن الأطفال يبدو على وجههم الرعب وكأنهم خائفون حتى الموت. خائفين حتى الموت؟ خائفين حتى الموت؟ ونظرت إلى تاريخ صدور الجريدة: 14 مارس 1949، وأدركت الحقيقة. نعم الحقيقة، أن هذا هو تاريخ موتنا. نحن موتى منذ 50 عاما، وكنا نختبئ في هذا المنزل ونتجول فيه منذ ذلك الوقت. لم أستطع الوقوف عند الباب، كانت نادين والتوأم منتظرين حول المائدة، وضرب المطر النوافذ بعنف ولمع البرق. وفتحت باب الدولاب ونظرت إلى الرف العلوي، كان مظلما. بحثت حتى عثرت أصابعي على الشيء الذي كنت أبحث عنه. قلت وأنا أحمل الصندوق إلى المائدة: أها، سوف نلعب لعبة بيت الأشباح. وتآوت نادين: لا يا جوناثان، ليست هذه اللعبة، إنها سخيفة. قلت وأنا أفتح اللعبة: هيا تعالوا، إنها لعبة مسلية ومخيفة. وردد نوا: نعم إنها لعبة سخيفة. وقالت آن: لما لا نلعب لعبة السلم والثعبان؟ قالت نادين: لعبنا هذه اللعبة مئات المرات. قلت بإصرار:
ولكنها دائما مختلفة. هيا تعالوا نلعب لعبة بيت الأشباح.